إيران فاجأت الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بتقدم نووي جديد وكبير، وهذا جاء بتفاصيل قادمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي كشفت كل تفاصيل هذا التقدم النووي إلى وكالة رويترز. وبالتالي وعلى هذا الأساس ما قالته الوكالة الدولية للطاقة الذرية لرويترز بأن إيران يوم الاثنين أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها بدأت منذ يوم الأحد بعملية إعداد غاز سادس فلوريدا اليورانيوم من أجل ضخه مباشرة إلى إحدى السلاسل من أجهزة الطرد المركزية من نوع IR-6، أجهزة طرد مركزية متقدمة للغاية. وعندما نتحدث عن سلسلة لأجهزة الطرد المركزية هنا يعني 166 جهازا من هذه الأجهزة التي ستبدأ عملية ضخ غاز سادس فلوريدا اليورانيوم فيها. وهذه الأجهزة هي ليست موجودة في منشأة نطنز النووية التي اعتدنا بالسماع عنها كثيرا، بل إنها موجهة مباشرة، وهذه العملية تتم في منشأة فوردو. وبالتالي نحن أمام منشأتين نوويتين بدأ التحرك فيها على أعلى المستويات. أجهزة IR-6، أجهزة الطرد المركزية التي نتحدث عنها، هي أقوى بتقريبا 10 أضعاف بإمكانية تخصيب اليورانيوم مقارنة بأجهزة الطرد المركزية IR-1 التي من المفترض أن تستخدمها إيران بحسب الاتفاقية النووية التي انسحبت منها الولايات المتحدة الأمريكية في زمن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018. وبالتالي هذه القضية يعتبر فيها تصعيد كبير، خاصة وأن السلسلة التي سيضخ فيها غاز سادس فلوريدا اليورانيوم لهذه الأجهزة هي تتمتع بقضية وخاصية مهمة جدا، بأن هنالك رؤوس فرعية معدلة، وهذه الرؤوس الفرعية المعدلة بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي تساعد هذه الأجهزة وتعطيها مرونة وسهولة في عملية الانتقال من نقطة إلى أخرى في تخصيب اليورانيوم. أي بما معنى، إذا أرادت الانتقال من نسبة 20% في تخصيب اليورانيوم إلى 60% فهي سهلة وسلسة مقارنة بالأجهزة التي لا تمتلك هذه الخاصية التي نتحدث عنها. وهذه طبعا تشكل مشكلة حقيقية جدا بالنسبة للعالم ولدول العالم. لماذا؟ لأن هنالك أمرا آخر يضاف إلى هذه المسألة، أن التفاصيل ليست كاملة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إيران لم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي نسبة ستعمل هذه الأجهزة. هل هي ستعمل مثلا بنسبة 20%؟ هل هي ستعمل وتخصب اليورانيوم بنسبة 5%؟ سؤال كبير جدا ومحير مما يجري في هذه القضية. وإذا ما توجهنا إلى منشأة فوردو فقط لنعرف أين هي وأين هو موقع أجهزة IR-6 تحديدا التي يتم فيها تخصيب اليورانيوم، وأين تكمن عملية طبعا ضخ غاز سادس فلوريدا اليورانيوم المتوقع في الأيام القادمة بكل تأكيد. إذا ما ألقينا النظرة على إيران، هنا العاصمة الإيرانية طهران، منشأة فوردو التي تقع تحت الأرض هي موجودة تقريبا في منطقة مهمة للغاية في هذا الاتجاه تقريبا الذي ترونه، وكذلك بالنسبة لمنشأة نطنز التي يتم فيها تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% هي موجودة بهذا الاتجاه. لاحظ، نحن في وسط إيران. هنا دعونا نتوجه إلى منشأة فوردو تحديدا فقط لنتعرف ولكي نرى هذه التفاصيل القادمة. طبعا بالنسبة لمنشأة فوردو بالاقتراب من هذه المنطقة سنلاحظ بأننا أمام هذه هي منشأة فوردو التي تلاحظونها، وبعملية التفاف بسيطة بهذا الشكل وبالاقتراب قليلا سنلاحظ بأننا أمام هذه المداخل لمنشأة فوردو بهذا الاتجاه بالاقتراب قليلا من هذه المنطقة، فقط لنرى كما نرى ولا نرى لا نرى الكثير من هذه المنشأة نهائيا، لأن هذه المنشأة هي تحت الأرض، ولكن أجهزة الطرد المركزية IR-6 هي موجودة بهذه المنطقة تقريبا، وكذلك بالنسبة لغاز سادس فلوريدا اليورانيوم هو يتواجد بهذه المنطقة. كيف عرفنا هذا الأمر؟ هو كله جاء بتفاصيل نشرت من قبل The Intel Lab في عام 2021 العام الماضي، وتحديدا في شهر مايو. وبالتالي وعلى هذا الأساس إذا ما أخذنا الصور والمقاطع من تحديد ومن الرسم البياني والرسم الواضح للإنتل لاب لهذه المنطقة وتوقفنا هنا، فإن عملية غاز سادس فلوريدا اليورانيوم التي تحدثت عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي تتم في هذه المنطقة. هذه المنطقة هي منطقة تواجد أجهزة الطرد المركزية التي ترونها، وهي تمتد لسلسلتين إضافيتين. وبالتالي هذه المنطقة التي ترونها التي يطلق عليها الأوتوكليفز
هي التي طبعا بدأت إيران تجهز عملية غاز سادسة فلوريدا اليورانيوم من خلالها، كما تلاحظون من صور الانتلاب توضح أن سادسة فلوريدا اليورانيوم هنا يتم تحضيره وينقل بالأنابيب، وعندما ينقل بالأنابيب بالنسبة لأجهزة الطرد المركزية هو ينقل بهذا الشكل كما تلاحظون من خلال هذا الرسم الذي طبعا جاءت به ذا انتلاب لهذه المنشأة الخطيرة والمهمة للغاية في نفس الوقت بالنسبة لإيران. فإن غاز سادسة فلوريدا اليورانيوم ممكن أن يتوجه إلى أجهزة الطرد المركزية الموجودة هنا وأجهزة الطرد المركزية الموجودة إلى الجهة اليمين بكل تأكيد بالعودة إلى القمر الصناعي مرة أخرى، وبالتوجه إلى موقع أجهزة الطرد المركزية IR-6 التي تحدثنا عنها، وبالتالي بالتوقف هنا في هذه المنطقة. فإن أجهزة الطرد المركزية والسلاسل التي تحدثنا عنها لهذه الأجهزة هي هذه السلاسل التي ترونها، كل سلسلة من هذه السلاسل فيها 166 جهازا طبعا من أجهزة IR-6، وكذلك هذا يعتبر هو مخزنا أو كونتينرز في هذه المنطقة التي طبعا يتم فيها تخزين غاز سادسة فلوريدا اليورانيوم الذي سيضخ في إحدى هذه السلاسل التي تحدثنا عنها. أما بقية السلاسل الموجودة في منشأة فوردو التي نتحدث عنها هي من نوعية IR-1، 6 سلاسل هي موجودة بهذا الاتجاه بكل تأكيد. ويجب أن نفهم قضية مهمة، أن منشأة فوردو بحسب الاتفاق النووي الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية العودة إليه، ليس من المفترض وليس من المطلوب وليس من الممكن لإيران أن تقوم بتخصيب اليورانيوم في هذه المنشأة، المنشأة الوحيدة بحسب الاتفاق التي من المفترض أن يتم فيها تخصيب اليورانيوم هي منشأة نطنز النووية المعروفة بكل تأكيد. وبالتالي نحن وصلنا إلى هذه النقطة، ولماذا دخلنا في هذا الاتجاه وفي هذا الموقع الخطير الآن؟ هي بسبب سؤال الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن 3 مواقع موجودة في الداخل الإيراني وجدت فيها جزيئات اليورانيوم، وإيران لم تصرح عن هذه المواقع نهائيا. وعلى هذا الأساس مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدان إيران مباشرة رفعت 27 كاميرا من كاميرات المراقبة التي تستخدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة ما يجري من تخصيب لليورانيوم في منشأة نطنز، بالإضافة إلى ذلك إنهم وبالنسبة لإيران قاموا بإضافة سلاسل جديدة من أجهزة IR-6 التي نتحدث عنها الخطيرة التي يقلق والغرب اليوم قلق من هذه الأجهزة كثيرا. والآن نحن نتحدث عن عملية إضافة غاز سادسة فلوريدا اليورانيوم في أجهزة IR-6 وفي إحدى السلاسل الموجودة في منشأة فوردو، وهذا يعني بشكل بسيط بأن العودة للاتفاقية النووية أصبحت مهددة للغاية، وإيران أصبحت أقرب للقنبلة النووية، وهذا الأمر هو الذي حذرت منه مجموعة الدول الثلاث وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 7 يونيو بهذا البيان. قالوا أي تقدم سيعني انحسارا لفرص العودة إلى الاتفاقية النووية، وهي في نفس الوقت تعتبر ضربة للرئيس الأمريكي جو بايدن إذا ما فشلت الجهود للعودة للاتفاقية النووية وسارت الأمور واستمرت بالسير بهذا الاتجاه. فإن أحدى الوعود المهمة للرئيس الأمريكي جو بايدن هي to rejoin Iran nuclear deal، العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وهذا الأمر لم يتم بغض النظر من سعى في عملية إفشال العودة للاتفاقية النووية، إذا كانت السبب إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا، هي في نهاية المطاف ستعتبر إخفاقا وستعتبر ضربة لعملية المصادقة على أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن على مستوى السياسات الخارجية. فالرئيس الأمريكي جو بايدن هو يعاني بالنسبة للسياسات الخارجية الأمريكية الخاصة به بحسب ريل كلير بوليتكس حتى هذه اللحظة وبآخر إحصائية ثبت عليه، فإن نسبة الرضا عليه من الشعب الأمريكي في مسائل السياسة الخارجية تصل إلى 39% فقط، وبينما هو الآن 53.7% من الشعب الأمريكي غير راضي عن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن في مسائل السياسات الخارجية. وإذا ما ألقينا نظرة تفصيلية عن المعاناة التي يعاني منها الرئيس الأمريكي، واضح منذ شهر أبريل وصولا إلى 14 يونيو أن كانت الفرص وكانت الفترات والتفاوت بين عملية عدم المصادقة والمصادقة للشعب الأمريكي كانت نقاطا بسيطا، مثلا في 12 أبريل على سبيل المثال، من 9 أبريل إلى 12 أبريل هنا 47%، هنا 46% بين هو غير راضي عن بايدن و 46% ممن هم راضين، الفرق نقطة واحدة فقط. الآن الفرق سالب 14.7، بفرق 14.7 نقطة
بالنسبة لعدم المصادقة على أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن. هي لا تأتي بسبب القضية النووية الإيرانية، لا أبدا، ولكن القضية النووية الإيرانية إذا ما فشلت ستعتبر ضربة وستؤثر عليها. الأساس في هذا الموضوع هي بسبب روسيا والأداء مع روسيا. القضية مع روسيا وصلت إلى مراحل خطيرة للغاية، فإن على سبيل المثال سعر الصرف بالنسبة للروبل الآن أصبح غريبا وحقق نتائجا كبيرة للغاية بالنظر إلى اليوم على الأقل من الإحصائيات التي طبعا درسناها ونظرنا إليها. فتحويل الدولار إلى الروبل، الدولار الواحد كان مثلا قبل 5 سنوات في شهر أغسطس من عام 2017 كان يحقق 60 روبل بالنسبة للدولار الأمريكي الواحد، ولكن ارتفعت الأمور مع الحرب الأوكرانية ووصل الدولار وبدأ يساوي 135 أو 136 روبل عند الحرب الأوكرانية، ولكن سرعان ما تغيرت الأمور وأصبح الدولار الأمريكي يساوي 54.3 كما تلاحظون هنا بالنسبة للروبل، وبالتالي أصبح أقوى حتى من قبل 5 سنوات أو 3 سنوات بالنسبة للروبل. أما بالنسبة لليورو فهي نفس المسألة، في أغسطس عام 2017 الدولار كان يساوي أو اليورو كان يساوي 70 روبل بهذا الاتجاه، ارتفعت الأمور إلى 150 روبل لليورو الواحد، ها هو الآن واليوم يسجل 57.4 بالنسبة للروبل، أصبح أقوى. أي بما معنى أن لو أوروبا أرادت الشراء من روسيا فإنها ستشتري نفس الكمية التي كانت بهذا التصريف، ولكن عليها أن تدفع بنسبة 14% أكثر، أي بما معنى 14% أكثر يجب أن تدفع مقارنة بال5 سنوات الماضية للحصول على ما كان من الممكن أن تحصل عليه قبل 5 سنوات. وبالتالي الروبل في قوة كبيرة للغاية، لأن أوروبا تعاني من انقطاع الغاز من قبل روسيا بسبب أن الأوروبيين لا يدفعون في الروبل بحسب الاتفاق، يدفعون في اليورو وفي الدولار. واحدة من هذه الدول التي تعاني هي ألمانيا الآن، التي أعلنت بشكل واضح بأنها بدأت تستخدم معاملها إحراق الفحم لسد العجز القادم من انقطاع الغاز الطبيعي الروسي المتوجه إلى ألمانيا، قطعته طبعا بالنسبة إلى روسيا بكل تأكيد، وبالتالي عادوا إلى حرق الفحم في ألمانيا لأن الغاز المسال الأمريكي هو غالي للغاية ولن تكون هنالك إمدادات كافية لهم. على هذا الأساس هم مضطرين إلى حرق الفحم. بل المشكلة رغم كل العقوبات المفروضة على روسيا وكل ما يجري على روسيا إلا أنها تتقدم باستمرار في إقليم دونباس. هنالك مقطع اليوم مصور للمعارك التي تجري في إقليم دونباس، وإذا ما أخذنا عددا من العلامات قبل أن طبعا نتوجه إلى الخارطة وإلى هذا المقطع سنلاحظ بأن هذا الطريق ملتوي بهذا الشكل أو فيه انعطافة، هنا أشجار، مساحة مفتوحة مساحة مفتوحة، والمعارك الكبيرة التي طبعا تجري هنا كما نلاحظ من هذا المقطع الذي نشر يوم أمس لاقتحام للقوات الروسية باستخدامهم دبابات T-72 وكذلك BMP-1، وهي تتقدم بهذا الشكل. هي بدأت تقتحم المدن، هي بدأت بعملية أخذ حرب العصابات مع الأوكرانيين بهذا الشكل كما تلاحظون، وكانت هنالك لقطات لعملية القصف كما تلاحظون لهذا الضرب إلى الركام لهذه المدينة التي هي تأتي في لوغانسك تحديدا في إقليم دونباس. وإذا ما أخذنا هذه العلامات وهذه اللقطات وأين تقتحم القوات الروسية فقط لنعرف ما الذي يجري في هذه المنطقة، هذه هي منطقة شرق أوكرانيا التي ترونها هنا، لوغانسك طبعا التي نتحدث عنها، وهذه هي الحدود الفاصلة بين لوغانسك ودانييتسك، المنطقة التي نتحدث عنها تأتي بهذا الاتجاه. دعونا نقترب منها. هذه المنطقة يطلق عليها تويشكيفكا التي بدأت القوات الروسية بعملية اقتحامها، وبالتالي بالاقتراب من هذه المنطقة، هذه هي سيفرودونيتسك، هذه هي تويشكيفكا بهذا الاتجاه. وإذا ما أخذنا النقطة الأخيرة بهذا الاتجاه فإن هذه هي النقطة الأخيرة التي تتطابق مع المقطع الذي رأيناه والذي ألقينا نظرة عليه، وبالتالي هي تمتلك نفس العلامات بهذا الشكل كما تلاحظون. هذه هي الأشجار، هذه هي المنطقة المفتوحة، وهذه هي المدن التي تجري فيها الصراعات الكبيرة طبعا بكل تأكيد. وبالتالي وعلى هذا الأساس إذا ما ابتعدنا قليلا من مدينة تويشكيفكا فقط لنأخذ ما الذي يجري في هذه المنطقة تحديدا، فإن هذا يعني الكثير والخطر الكبير بالنسبة للمناطق التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية. هذه هي التشانسك التي ترونها هنا بهذا الاتجاه، القوات الأوكرانية متواجدة في سيفرودونيتسك وتحديدا في مصنع أزوت الكيماوي، وهذه المناطق طبعا هي مناطق سيطرة مثل هذه المدن التي ترونها بهذا الاتجاه المحيطة في التشانسك بهذا الاتجاه. هذا يعني أن القوات الروسية إذا ما سيطرت الآن وعلى ما يبدو بأنها ستسيطر
على توش كيفكا، يعني بأنها ستتقدم إلى هذه المدن وستخلق طوقا وتبدأ بعملية حصار قوي. طبعا بكل تأكيد دعونا نصحح هذه النقطة بهذا الشكل فقط لنأخذ الصورة الصحيحة، فإن القوات الروسية عند وصولها إلى هذه المنطقة هي ستعني أنها ستبدأ بعملية اقتحام هذه المدن التي ترونها بهذا الشكل، وهي يعني هذا الأمر ببساطة بأنها ستحاصر لتشانسك التي تتعرض إلى الكثير من الضغط وإلى الكثير من القصف، هي وما تبقى من سيطرة القوات الأوكرانية في سيفيرودونيتسك، وبالتالي هم في مشكلة حقيقية للغاية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي العكس هو ما يجري مع روسيا بكل تأكيد. وهذه هي التي دفعت بحسب CNN الأمريكية اليوم بأن على الولايات، وهذا ما أجبر الولايات المتحدة الأمريكية التوجه بزيارة إلى الشرق الأوسط في القضية النووية تحديدا لكي لا تخرج عن السيطرة، وكذلك التركيز الأكبر على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية ولقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من المفترض طبعا أن يلتقيه منتصف الشهر القادم. وهذا ما قالته CNN من مسؤول كبير في الإدارة، قال هذا جزء كبير من سبب حاجتنا للقيام بالرحلة إلى الشرق الأوسط، يريد حلفاؤنا معرفة مدى جديتنا في التعامل مع هذا الأمر. وهذه طبعا هي قضية مثيرة للغاية، لأن الآن بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعملية تحركات كبيرة جدا. هو كان في جمهورية مصر العربية، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم هو في المملكة الأردنية الهاشمية، وسيكون أيضا في تركيا للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هذه التحركات وصفتها وتراقبها الأوساط الأمريكية مثل الواشنطن بوست الأمريكية والبلومبرغ الأمريكية، وجدت بأن هنالك تجهيزات سعودية وعربية لطبيعة الصفقة التي يريدونها من الإدارة الأمريكية بكل تأكيد. ولكن دينيس روز أحد أهم المسؤولين الدبلوماسيين الأمريكيين كذلك والمؤلفين الأمريكيين، وجد بأن الأمور مؤخرا، طبعا هو كتب عن هذا الموضوع في الفاينانشال تايمز، الأمور لن تكون سهلة بسبب انعدام الثقة، وهذا ما قاله دينيس روز. حتى لو التقى بايدن بمحمد بن سلمان فلن يكون الأمر مثل مفتاح الضوء حيث تقلبه ويكون كل شيء على ما يرام. وأضاف أحد أسباب قيامهم بالتحوط هو أنهم يريدون التأكد منا، فكلما زاد ثقتهم بنا زادت قدرتهم على تعديل البعض من السلوك المتبع تجاهنا، لكنهم لن يتبنوا فجأة موقفا نرغبه منهم بشكل آني. وبالتالي الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية في مراحل ويمرون بمراحل صعبة جدا وتحدي كبير جدا، إن لم تنجح المفاوضات النووية وإن لم ينجح في زيارته إلى الشرق الأوسط بكل تأكيد ستكون الأمور غير مريحة بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن.